أهلا بكم، أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين والمتابعين. أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي. زي ما حذرنا قبل كده وزي ما نزلنا فيديو وقلنا فيه إيه المخطط اللي كان محطوط للسودان، وقلنا لماذا السودان، وقلنا كمان يعني استنتاج ما سيحدث للسودان، وان هذا المخطط موجود منذ عدة سنين، ويعني سبق من سنوات وتكلم عليه اخرون كثيرون. فاحنا قلنا ان السودان مش هتقف الحرب عندها، ومش هتبقى السودان لاكتمال السيناريو الشيطاني والمخطط الشيطاني. وفعلا بدأت بوادر تكرار سيناريو السودان في دولة عربية أخرى، وفي خوف على عدة دول آخرين. ولكن خلينا نشوف اللي معانا. العالم كله على صفيح ساخن، ومنطقة الحروب تبدأ تنتقل إلى القارة السمراء، إلى إفريقيا. يبقى عندك حروب في الشرق اتجاه روسيا وأوكرانيا، وحروب في الصين مع تايوان، وحروب على يعني حروب أهلية كمان احتمال تحدث داخل الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية، والتفكيك، ويقبع الشيطان الأكبر يسيطر على العالم بالريموت من بعيد. مفيش حاجة بتمسه ولا بتمس أراضيه غير إن هو يبدأ يتحكم في بقية القارات والدول. والآن الزرار والضوء الأخضر بدأ لتنفيذ السيناريوهات الخاصة بأفريقيا وببقية الدول العربية والخليجية. وتاني بحذر مرارا وتكرارا ان مفيش حد بعيد عن هذا السيناريو. زي ما حصل الفوضى الخلاقة وحدثت في 2011 لتحاول ان تطال من معظم الدول العربية والخليجية، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى أنقذ عدة دول منها، وما زالت بعض الدول في المعاناة زي ما شفنا في ليبيا. حتى الآن ليبيا مفككة وسيناريو صراعات وميليشيات، وعندنا العراق اللي تم احتلالها وسرقة ثرواتها، وسوريا التي ما زال تنهب ويضعون بداخلها الدواعش والإرهابيين لتهديد المنطقة. وعندنا طبعا القضية الأولى والقضية اللي عادلها عدة عقود، وهي قضية فلسطين اللي لم يتم حلها نهائيا حتى الآن. وعندنا تونس اللي الربيع العربي حاول يعني يزلزلها، ولكن وقفت تونس على أرجلها، ولكن الشارع التونسي والشارع السياسي حتى الآن لم يستقر ولم يهدأ في تونس. وطبعا مصر كلنا شفنا الثورة اللي كانت في مصر بسبب الربيع العربي، ومحاولة يعني انهاك مصر اقتصاديا وسياسيا. وطبعا حصل دمار كثير في مصر خلال هذه الثورة، وما زالت مصر تعاني اقتصاديا مما حدث. وفي الآخر بدأوا تاني بالسودان وتعيد القارة، ولكن باستغلال بقى فكرة جديدة، بفكرة الشعب يحارب نفسه، بفكرة الفتنة داخل الشعوب ليتم عمل حرب أهلية. ودي المخطط اللي محطوط للدول العربية ومعظمها للسيطرة على قارة أفريقيا وعلى البترول والغاز في دول الخليج، بوضع قواعد عسكرية داخل هذه الدول المنهكة بعد انهاكها من الحرب الأهلية. وطبعا لازم نروح زي ما عملوا كده في العراق وفي ليبيا وفي سوريا، دا
ده لازم نروح ونبعت قوات حفظ السلام، ثم تتحول قوات حفظ السلام إلى قوات دائمة وإلى قواعد عسكرية، وتبدأ تهدد المنطقة بالكامل. فيلا بينا نشوف. طبعا اللي فات ده مش مقدمة يا جماعة، أنا بتكلم في صلب الموضوع من أول ثانية، علشان في ناس بتقول لي أنت المقدمة طويلة، قول إحنا مش جايين نقول خبر، الخبر اللي عايز تقراه في ثانية أو في دقيقة حضرتك ممكن تقراه في أي جريدة أو موقع إلكتروني وخلاص. إحنا بنحلل ونتكلم مع بعض ونناقش عشان نبقى نفهم ما بين السطور، ونقول ما لا يمكن قوله على التلفزيونات والمحطات الفضائية الرسمية اللي مش عايزة تخش في منازعات سياسية ما بينها وبين بعض الدول الكبرى. فنشوف أول خبر معانا وأول شيء معانا بيقول إيه. طبعا قبل ما نبدأ بفكر حضرتك باللايك والإعجاب بالفيديو، بفكر حضرتك بالاشتراك في القناة ليصل كل جديد، وبفكر حضرتك بمشاركة الفيديو مع أصدقائك حتى تعم الفائدة على الجميع، وعمل نشر وشير للفيديو. وما تنساش دايما نقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها، لأن القادم تاني بكرره للمرة المية، القادم صعب، القادم صادم حقيقة. نشوف أول خبر معانا بيقول إيه. هنا لازم علشان تعرف لازم تشوف وتفهم فين السودان. في ناس كتير قوي في يعني ايه هي السودان وهتعمل ايه السودان. بص معايا على هذه الخريطة من فضلك. السودان زي ما انتوا شايفينها طبعا هي جنوب مصر او تحد مصر بالكامل على كامل حدود مصر، ومن ناحية اليمين زي ما انتوا شايفين السودان على تشاطئ البحر الاحمر، يعني في 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 عدة كيلومترات كبيرة جدا على البحر الأحمر. ومن الشمال أو الناحية الشمال هتلاقي السودان، جنبيها تشاد على كامل حدودها تقريبا. ومن الشمال بالأعلى بعد حدود مصر عندك حدود جنوب ليبيا، حدود جنوب ليبيا. يبقى لو احنا شايفين كده عندنا السودان عندها ايه؟ عندها مصر في شمال السودان او من جنوب مصر تبقى السودان، وعندنا تشاد، وعندنا السودان نفسها فيها السودان اللي احنا عارفينها وجنوب السودان. بعد تقسيمها كانت كل دي دولة واحدة، اصبحت السودان وجنوب السودان، وهي كمان عندها حدود ليبيا الجنوبية، وعندها حدود أفريقيا الوسطى، وعندها حدود أثيوبيا، وعندها حدود أريتريا، وعندها تشاطئ البحر الأحمر. وطبعا في منتصفها يحدها أو يمر بها النيل بكامل طول السودان بآلاف الكيلومترات أو بألف وشوية كيلومتر. طيب هنا الخطر جدا واللي هنثبت لك انه هو الدولة اللي بقية عشان نسيطر على القصة. هم سيطروا على ليبيا خلاص وبقت كلها ميليشيات، يبقى باقي علشان تكتمل كمان كماشة على جمهورية مصر العربية، ليبيا فيها دلوقتي ميليشيات وفيها ارهابيين، والسودان هتتحول الى سودان مقسمة بالكامل. والخوف بقى خلاص على تشاد علشان تبقى هنا المنطقة دي قفلت بالكامل، قفلت، يبقى ليبيا وتشاد والسودان ومصر في وسطهم، وكمان الجانب الآخر من البحر الأحمر اللي هو ده هيبقى عندك فيه السعودية والكويت والعراق والدول الخليجية التي تحتوي على البترول. وباقي في المخطط، وانا قلت ده قبل كده وبقوله تاني وتالت، الخوف على تونس والجزائر. تاني بقول ربنا يحمي تونس والجزائر وكل الدول العربية، واقسم بالله انا بكني كل احترام وحب لكل الدول العربية مهما كانت، ولكن انا بقول لك في السيناريوهات والتسريبات ان الخوف على تونس والجزائر بعد ذلك. الجزائر اكبر دولة عربية
في أفريقيا بالكامل. ولو حبينا نبص برضو على هذه بعد الخريطة على هذه الإحصائية هنشوف معانا التالي: أكبر الدول العربية مساحة مين؟ رقم واحد الجزائر، ثم الكونغو الديمقراطية، رقم ثلاثة السودان، ثم ليبيا. وليبيا خلاص هم حطوا ايديهم عليها، والسودان دلوقتي في السيناريو المرعب، يعني الجثث والقتل يا جماعة مرميين في الشوارع، الأكل مفيش، يعني السودان في حالة ولا 10% من اللي انتوا بتشوفوها على التلفزيونات. خشوا المواقع السودانية نفسها وشوفوا ايه اللي بيحصل في السودان، شيء مرعب حقيقة. وعندك بعد كده الكونغو الديمقراطية والجزائر رقم واحد على اكبر مساحة ب 2,381,000 كيلو متر مربع، والسودان 1,861,000 كيلو متر، وليبيا 1,759,000 كيلو متر مربع. طيب كل ده ايه اللي عندنا؟ برضو نشوف هذا التقرير الهام. من هنا يا جماعة، هنا دايما اعرف لما تبدأ تيجي عناوين متكررة وكتيرة في صحف عالمية كبرى، اعرف ان هو ما الا مؤشر لجس النبض، جس نبض المواطن العربي، وحتى لا تأتي المواضيع صدمة او صدفة او تقول ايه ده اللي حصل في لحظة. فهنا بيقول لك مخاوف من تكرار سيناريو السودان تشاد على صفيح ساخن. وقلنا تشاد دي الدولة رقم كام في المساحة؟ لا سوري، تشاد التي تحد السودان بالكامل علشان يعملوا الكماشة اللي قلنا عليها. ولكن طالما ابتدوا يتكلموا تشاد على صفيح ساخن ومخاوف من تكرار سيناريو السودان، فاعرف ان مفيش دخان من غير نار، واعرف ان هتبدأ نسمع على حرب تاني اهلية داخل تشاد. طيب هل الخبر ده تكرر؟ تكرر في عدة صحف، منها MSN برضو جايبة مخاوف من تكرار سيناريو السودان تشاد على صفيح ساخن. بعد كده كيف يمتد لهيب المعارك السودانية الى الجنوب الليبي؟ فهو بيتكلم على الجنوب الليبي. يبقى عندك تاني لو شفنا الخريطة مع بعض، بس نكمل الاخبار. هنا الجنوب الليبي وبيتكلم على تشاد انها على صفيح ساخن، وهنا السودان يتداعى. هل يتكرر السيناريو الليبي في السودان ان يبقى كله عبارة عن ميليشيات وناس حاطين ايديهم على الذهب وناس حاطين ايديهم على الاراضي الزراعية؟ واحنا قلنا السودان عبارة عن سلة غذاء العالم، الاراضي اللي في السودان اراضي خصبة جدا، عندهم زراعة غير عادية، الخليج بيستثمر داخل السودان بمليارات الدولارات، مليارات الدولارات في الزراعة. فلو حصل حاجة في السودان وتم وضع قواعد غربية وأمريكية وروسية داخل السودان، اللي هيتأثر بالكامل الدول العربية والدول الخليجية اللي هي عاملة اكتفاء ذاتي من الغذاء بسبب زراعتها واستثماراتها في الأراضي الزراعية داخل السودان. وكمان الأغنام والماشية في السودان وجبال الذهب في السودان، كل ده هيؤثر على الدول العربية والخليجية اللي حطت استثماراتها داخل السودان. طيب تشاد ديت ايه القصة؟ وان هم ليه بيقولوا ان تشاد على صفيح ساخن؟ هنبص هنا تاني على هذه الخريطة، وقلنا تشاد زي ما انت شايفها هي بتحد السودان بالكامل على كامل الحدود بتاعته. يبقى عندك من الشمال هنا من ناحية يدك الشمال، يعني
تشاد، ومن الناحية الأخرى عندك البحر الأحمر وأريتريا. أريتريا دي صغيرة فمش حاطينها في دماغهم، ولكن وأثيوبيا وجنوب السودان موجودين، فبالتالي هو عمل كماشة على السودان بالكامل. وجنوب ليبيا أهو اللي هيبدأ يبقى ممر آمن لعبور ودخول الإرهابيين ما بين الميليشيات اللي موجودة والإرهابيين اللي في ليبيا، وما بين الميليشيات اللي موجودة والإرهابيين اللي في السودان. ثم المخطط اللي بعد كده هيخرج الإرهابيين وتبقى السودان دي عاملة زي أفغانستان، وتأوي زي ما كان البشير جايب ناس من القاعدة وأسامة بن لادن والكمية دي جوه السودان، هتبدأ تعدي من السودان على ليبيا وتبدأ من ليبيا على تونس والجزائر لأنها بتحدها على نفس الحدود، وتبقى ممرات آدمة آمنة لكل العمليات الإرهابية. وعلشان يأمن حدود السودان يعمل ايه؟ يعمل ثورة في تشاد، وكمان يحط ايده على تشاد ويقدر يسيطر عليها، فكده قدر يسيطر على القواعد اللي موجودة في السودان وقدر يحميها. ومصر هتبقى في ازمة غير عادية، يعني مصر دلوقتي الامن القومي بتاعها مهدد بسبب السودان، وطبعا مصر مش قادرين يلعبوا معاها لان برضو جيش مصر يعد من اكبر الجيوش في العالم العربي وله مرتبة على مستوى العالم، فهم بيمسكوا الدول اللي هي سياسيا واستقراريا ضعيفة جدا زي ليبيا وزي السودان وزي تشاد. طيب نخرج من هذا القصة ونخش على السيناريو الخاص، لحظة واحدة معايا، السيناريو الخاص بتشاد علشان نقرأ ايه اللي موجود في تشاد. ده التقرير بتاريخ الثلاثاء 2 مايو 2023 اليوم، وهنا بيقول لك تعيش المدن التشادية أزمة اجتماعية حادة وغير مسبوقة بسبب نقص الاحتياجات الأساسية وشح في غاز الطهي والوقود وانقطاع الكهرباء والماء وارتفاع في أسعار المواد الغذائية، مما ولد حالة من الاحتقان الاجتماعي. فكده هو عمل ايه؟ أهل هذه المدينة أو هذه الدولة، أهلها إنها تحصل فيها حروب أهلية. إيه؟ مفيش نقص احتياجات أساسية، مفيش غاز، مفيش وقود، مفيش كهرباء، مفيش ماء، ارتفاع أسعار، وابتدى الناس مش عارفة تعمل ايه. زيادة عن كده ان السودانيين ابتدوا يهربوا من السودان ويروحوا تشاد خوفا من الحرب الأهلية، فبقى كمان عليهم عبء رهيب جدا من الالاف الالاف اللي عمالين يخشوا تشاد. كمان تشاد ما بينها وما بين السودان مصهرات قبلية كبيرة جدا، فبالذات حمتي عنده علاقات قوية جدا وعنده سيطرة على تشاد، فممكن يأثر هذه المصهرات القبلية داخل تشاد. وهنا في صحفي وخبير تشادي اسمه موسى علي موسى قال لسكاي نيوز عربية أسباب التوتر، بدأت الأزمة منذ تشكيل الحكومة الوطنية، مش عارف ايه، هيتكلم على الحاجات الوطنية، وهنا الاحتجاج على كذا، وفر عدد كبير من المعارضين الى الخارج، وتلك الازمة السياسية. ده بيتكلم كلها على ازمات السياسية وعلى الاحتجاجات التي تحدث داخل تشاد. ولكن اثار الازمة السودانية وحول تأثير الازمة السودانية في على السودان على الوضع في تشاد، بيقول تربط تشاد والسودان روابط اجتماعية وثقافية تتمثل في المد القبلي، حيث توجد العديد من القبائل المشتركة بين الدولتين. الدولتان تجمعهما روابط اقتصادية، حيث تأتي العديد من البضائع التشادية من السودان، ويستعمل التجار التشاديون ميناء بورتو سودان في عملية استيراد بضائعهم من الخارج. يعني لو اتقفل بناء بورتو سودان خلاص تشاد دي تبقى نهائيا بقى لا في استيراد ولا في تصدير ولا في اكل، فتبقى خلاص هي حطوها جوه الفرن لغاية ما خلاص اشتعلت، فتبدأ الحرب الاهلية ويبدأ يقول لك احنا هنبعت قوات حفظ سلام ونسيطر عليها
علشان زي ما قلت لكم الخريطة والمخطط الشيطاني الكبير اللي كده. كمان السودان له دور مهم جدا في استقرار او عدم استقرار الوضع السياسي في تشاد، فاغلب حركات التمرد التشادية التي وصلت الى الحكم او تلك التي لم تنجح بالوصول كانت تنطلق من السودان، خاصة اقليم دارفور الحدودي واللي هو بيسيطر عليه حمدته اللي هو قائد قوات الدعم السريع اللي بدأ بالانقلاب والقصة داخل السودان. وكانت هذه الحركات تجد الدعم من الحكومة السودانية في الجانب الآخر، فيما دعم نظام إدريس ديبي الحركات السودانية المسلحة. كمان بيقول لك تستضيف تشاد اللاجئين السودانيين الذي دخلوا البلاد جراء الصراع في دارفور من عام 2003. منذ اندلاع الاشتباكات في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لجأ أكثر من 20,000 شخص إلى تشاد، والعدد في تزايد مستمر. وكمان وتوقعات مشائمة حول رؤيته لطبيعة الأحداث في الفترة المقبلة، قال موسى يمكن لاستمرار المعارك في السودان أن تزيد من تأزم الوضع الأمني في الحدود بين البلدين وتعقيد الوضع الاقتصادي والإنساني، وزيادة المدى الزمني للأزمة السودانية يمكن أن يؤدي إلى عودة حركات التمرد التشادية إلى الشرق وتحديدا إقليم دارفور، ومن هناك تمارس نشاطها ضد الحكومة التشادية. وهناك تخوف من أن منطقة وسط أفريقيا تشهد تطورات كبيرة ومهمة، وأن استمرار الأوضاع على حالها ينذر بفوضى كبيرة وانقسامات وميلاد حركات تمرد في كل مكان، وهذا يغذيه غياب الدولة وحالة الشقاء التي يعيشها المجتمع الإفريقي بجانب التنافس الدولي على موارد القارة السمراء. وهنا هي دي مربط الفرس، التنافس الدولي على موارد القارة السمراء، القارة اللي كلها خير بس مش لأهلها، القارة اللي فيها أفضل أراضي خصبة في العالم، اللي فيها مناجم الذهب، اللي فيها مناجم الألماز والماس، اللي فيها الغذاء، اللي فيها الماشية. فطبعا لازم يتم بقى خلاص الإذن بالسيطرة عليه، هو إضاءة النور الأخضر للسيطرة على هذه المنطقة. وطبعا أمريكا والغرب لقوا نفسهم اقتصادياتهم بتقع. النهاردة لسه في بنك أمريكي أغلق تاني ووقع، والاقتصاد الأمريكي في حالة تدهور غير عادية. فيعمل إيه؟ يبدأ ينقل العالم كله لحرب في قارة ضعيفة زي قارة أفريقيا. معظم الدول اللي فيها وخاصة في الجنوب ووسط القارة دول تعبانة جدا اقتصاديا وعندها ثروات غير عادية بس مش عارفة تستفيد منها. فيبدأ ينقل ساحة القتال، يبدأ ينقل قواعده العسكرية علشان يبقى على حدود البحر الأحمر في السودان وفي تشاد، وبالتالي يقدر يسيطر على دول الخليج اللي مليانة بترول واللي بتعنده، واللي هتبدأ تعمل علاقة ما بين إيران، وإيران تبدأ تخش في حضن العرب. فلازم يعمل هذا المخطط الشيطاني اللي قلنا موجود في الأدراج أديله سنين، وناس كتيرة اتكلمت عنه ولكن لم يسمع له أحد. هذه هي الحالة يا جماعة. وقلنا تاني الخوف هيخش من السودان على تشاد على جنوب ليبيا، وتبقى في ممرات آمنة للإرهاب في كل منطقة. وبنقول للحكومة المصرية والجيش المصري العظيم خلي بالكم من هذا المخطط. وطبعا مش احنا اللي هنقول لهم، هم اكيد فاهمين هذا المخطط وبياخدوا استعداداتهم. وبنقول لتونس استغلال الشارع التونسي وعدم الاستقرار السياسي، هيبدأوا من ليبيا على حدود تونس، وبعد كده يبدأوا من ليبيا على حدود الجزائر. فربنا يحمي كل دولنا، يحمي تونس ويحمي الجزائر ويحمي مصر ويحمي ليبيا ويحمي السودان ويحمي تشاد، يحمي كل الدول العربية، ولكن حتى لدول البترول ودول الخليج خلي بالكم المخطط هذا علشان التهديد العام لكل هذه الدول. ربنا يعديه على خير. ودايما نقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، الايام الجاية صعبة جدا. قول امين، ما تسمعش الدعاء وتقعد ساكت، فياريت تعمل حاجة لان اللي جاي تاني صعب. كمان نقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها، اللهم نستودعك كل شعوب العالم الابرياء. ياريت لو ليك رأي وليك وجهة نظر وشايف حاجة
عايز تضيفها او تقولها يا ريت بكل احترام، بنرد على بعض وبنتكلم، واللي عنده وجهة نظر اخرى يا ريت يعرضها وتبقى مناقشة كبيرة ما بيننا وبين بعضنا، لان في الاخر اي ضرر داخل هذه الدول هيأثر على كل الدول، العالم كله بقى قرية صغيرة، وقلنا الشيطان الاعظم بيحط المخططات وملهوش دعوة بالإنسان ولا بالبشرية ماذا سيحدث معهم. في نهاية الفيديو لم يتبقى لي إلا شكر حضراتكم على وجودكم معي هذه اللحظة، بفكركم تاني لدعم القناة، ما تنسوش اللايك والإعجاب، لازم يا جماعة تشير الفيديو وتنشره عشان يصل لأكبر عدد من الدول العربية، ونخلي الناس تبقى فاهمة ودريانة إيه اللي بيحصل. فياريت تشارك الفيديو، تعمله مشاركة دلوقتي أو تعمله شير أو تعمله نشر. كمان ما تنساش الاشتراك في القناة لو عايز يوصلك كل جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، انتظروا الفيديوهات القادمة هامة جدا، والسلام ختام على الجميع.